أولا إخفاء وإعفاء قبر الزهراء عليها السلام شرع ومنهج وسيرة. ثانيا بعد وفاتها عليها السلام بتسع ليالي تزوج عليه السلام. ثالثا تأتي عليها السلام قبور أحد، أين القبر والقبر والإسقاط والضلع المكسور. حاء أين قبر فاطمة عليها السلام ولماذا تم إخفاؤه أو اختفاؤه؟ وإذا كانت القبور وزيارتها من الدين وضروراته بحيث لا يكتمل أو لا يتحقق التشيع والولاء والحب والمودة والحزن والعزاء إلا عند القبور كقبور أحد أو في بيت الأحزان المزعوم عند قبور البقيع، فلماذا أوصت عليها السلام بإخفاء وإعفاء قبرها؟ لماذا أخفى أمير المؤمنين عليه السلام قبر الطاهرة فاطمة عليها السلام؟ لماذا أبقى أئمة أهل البيت عليهم السلام القبر مخفيا؟ لماذا صار قبر الزهراء عليها السلام مخفيا وضائعا؟ يا إذا كانت العلة في إخفاء وإعفاء قبر فاطمة عليها السلام لمعاقبة الخليفتين عمر وأبي بكر رضي الله عنهم فقد رحلا إلى جوار ربهما عز وجل، فلماذا امتدت واستمرت العقوبة على الشيعة حيث منعوا وحرموا من زيارة قبرها والتبرك به، ومنعوا وحرموا من شرف وبركة حجر القبر وحجزه وحبسه في صناديق وشبابيك وبناء وقبب وحرم وضريح وصحن، ومنعوا وحرموا من المسير إلى القبر ومن الخدمة والنذور والتطبير والتضيين والحناء والشموع والسلاسل وكلاب رقية والتشابيه وغيرها من طقوس وخرافات. المهندس الصرخي الحسني.